الآن ننتقل لشيء جديد وهو الفائدة المركبة اللي أخذناها كله اسمه فائدة بسيطة. الآن نأخذ فائدة مركبة، يعني إنه الفائدة لو ما رحتش أخذها من البنك كل سنة أو كل دورة بتنضاف للسنة اللي بعدها. جيم بتساوي ألف واحد زائد عين أس. احسب المبلغ الذي إذا استثمر لمدة 6 سنوات بمعدل 2.5% سنويا لأصبحت جملته 1126.600 دينار. طيب بنيجي بنعوض جيم بتساوي ألف في واحد زائد عين أس نون. احسب المبلغ الذي إذا استثمر لمدة، يعني نون تساوي 6، عين تساوي 2/100، جيم تساوي 1.126. الآن جيم 1126.600 سوى ألف واحد زائد عين اللي هو 1.2، هو 2%، 1.2% أس نون اللي هو 6 سنوات. ومنها ألف تساوي على الناحية الأخرى على 1.2 أس 6. سؤال آخر، احسب المدة التي في نهايتها يؤول مبلغ 400 دينار إلى 492.260، علما بأن عين تساوي فائدة مركبة 5% سنويا. هو عين الفائدة المركبة جيم تساوي ألف في واحد زائد عين أس نون بدون مدة جيم طبعا مكان جيم اللي هي 492.260 تساوي ألف 400 أس واحد زائد عين اللي هو 1.5% أس 1 أس نون تساوي على الطرف الآخر على 400. نون سوى 1.2307. الآن نكمل هنا لوغاريتم نون لوغاريتم 1.0 هذا يساوي لوغاريتم الطرف الآخر، ومنها نون تساوي لوغاريتم الطرف الآخر على لوغاريتم 1.5. بالآلة الحاسبة بتحط لوج الرقم هذا بيطلع نتيجة، بتحط لوج الرقم هذا بيطلع نتيجة، بتقسمهم على بعض بيطلع عندي نون.